السلطياراتية الباسلة. يا أيها الوطن ما أجملك وما أبهرك وما أطيبك وأعلاك يا سيد الأرض البهية. نحتفل بهذا اليوم كعيد الجيش وعيد شرطة، ونتمنى لهم دوام النصر. مهما تحدثنا ومهما ذكرنا من كلمات شكر وعرفان، لن توفي حقوق أطفال الشرطة العراقية، فلولاهم لما تحقق الأمن في محافظات العراق أجمع ومنها محافظة نينوى على وجه الخصوص. نيابة عن سيد محافظ نينوى المحترم، حضرنا هذا اليوم الاحتفالية اللي قامتها قسم تكوين المرأة في محافظة نينوى والخاصة بتأسيس الشرطة العراقية الذكرى 101 للشرطة العراقية. حقيقة الاحتفالية يعني أقل ما نقدمه لأبطالنا في الشرطة العراقية، حقيقة كان لهم دور كبير في حفظ الأمن في هذه المحافظة، ولولا حفظ الأمن هذا لما تمكننا محافظة نينوى من إطلاق ثورة عمرانية كبيرة. ايضا في هذه المناسبه اهلنا ابطال الجيش العراقي بمناسبه السادس من كانون الثاني لقياده الجيش العراقي، قوات الامنيه بكافه مسمياتها هم من حفظوا الامن في هذه المحافظات، ولولاهم لما تمكنا من اطلاق هذه الثوره العمرانيه. حبينا احنا قسم المراه نكون لنا وقفه مع اخواننا العسكريين، والسيد المحافظ اكيد هو على راس القائمه كونه هو قائد عمليات كان. اليوم ان شاء الله وجبنا هاللجان تمكين المراه وقسم تمكين المراه مع محافظ برعايه السيد محافظ نينوى، يعني فعاليات حلوه وعندنا روضه اطفال جبناهم، ونامل انه يكون احتفاليه تليق بالمقام. نشكر قسم تمكين المراه وعلى راسها السيده رافعه لمتابعه احتفاليات شرطه نينوى وعيد الجيش، وهي دائما سباقة في هذه الأمور. حضرنا اليوم قسم تمكين المرأة في مديرية بلدية الموصل مع ست رافعة قسم تمكين المرأة محافظة نينوى اليوم بعيد الجيش العراقي والشرطة العراقية لتهنئتهم. كل عام هم بخير وكل عام شعبنا بخير وجيشنا بكل صنوفه، يعني وإن شاء الله أكيد ما ننسى من شهدائنا، شهداء الجيش العراقي والشرطة العراقية، الرحمة والخلود لهم، وإن شاء الله دائما بلدنا